هاد الشعب وشكون حنا اساتذه وشنو بغينا الكرامه وشنو بغينا الادماج جينا تجينا من كل قرينا جينا وجينا وقت الجينا من كل قرينا جينا نحضر هنا اليوم كجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي لنقف صفا واحدا إلى جانب إخواننا وأخواتنا أساتذة التنسيق الوطني المفروض عليهم التعاقد في محنتهم التي في الحقيقة الحيف اللي تم تسليطه على هاد الأساتذة هو حيف غير مقبول، والمتابعات الأزيد من 70 أستاذ وأستاذة أمر كذلك غير مقبول. نحن كشغيلة تعليمية يجب أن تصان كرامتنا بما يليق بهذا الوطن، لأن لا يعقل أن الفئة الوحيدة في المغرب اللي مسلط عليها التعاقد هي نساء ورجال التعليم، في حين أن القطاعات الأخرى كيتم توفير لها مناصب شغل قارة في الميزانية الجديدة ديال السنة المالية الجديدة، إلا التعليم فخصو يكونوا أساتذة متعاقدين، هذا أمر غير مقبول. جينا نقولوا كلمتنا بأن هذا الأمر نرفضه، وأن هذا الأساتذة خاص تم إسقاط هذه المتابعات في حقهم، لأنه لا يليق بأن تلطخ سمعة رجل ومرأة التعليم بهذا الشكل هذا، بل هي صورة وطن بكامله. شيء مؤسف ومخجل لمسؤولي هذا الوطن أن يتمادوا إلى هذا الحد وأن يرضخوا بهذا الشكل المدل لإملاءات صندوق النقد الدولي وما إلى ذلك. إذا نقول كفى. احنا اليوم جينا هذه الوقفة هذه نساند فيها الأساتذة المعتقلين والمتابعين ظلما، وجينا أيضا المطالبة بالمطلب الأساسي اللي هو الإدماج في الوظيفة العمومية. كذلك نحن يعني تنسيقية باش تعرفوا الاسم ديال الجديد، لأن ولا تحمل اسم تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم تعاقد، وأنا كإطار دعم اجتماعي هنا جيت أيضا كنطالب بهذا المطلب اللي هو الأساس والإدماج، وكذلك جينا نطالبوا بهذيك يعني المطالب ديالنا احنا كأطر الدعم اللي هي تحديد ساعات العمل في 24 ساعة، باش تعرفوا حنايا كنتعرضوا لتعسفات وإهانات من طرف بعض المدراء اللي من طرفهم يعني استفسارات اللي هما وصلوا حتى لحد الإهانة لينا حنا كأطر الدعم، وأنا أيضا كإطار دعم اجتماعي ظاهرة من صلاحي اللي أصلا إلا اطلعت على البيان ديال التنسيقية الإقليمية الحي الحسني غادي تلقاو بيان أنه بيان تنديدي بهذوك المضايقات اللي كنت تعرض لها داخل مؤسسة منصور الذهبي من طرف السيد المدير، والإهانات اللي كنت تعرض لهم باش علاش أنني ما بغيش نخدم مهام إدارية، وأنا مهام ديالي هي مهام ذات البعد النفسي والاجتماعي والصحي، أنني نخدم مع التلاميذ الإنصات نواكبهم اجتماعيا ونفسيا. فهذا الشيء هذا كيطالبوا مني أنني نخدم في مهام إدارية، ومهام إدارية أنا كنرفضها. من اللي كنرفضها كنتعرض لمجموعة من الإهانات والسب وهذا، وكنلقى أنني حتى البيرو ديالي كل مرة في جهة، يعني ما كنلقاش يعني حتى ذاك العمل ديالي وعندي المهمة ديالي، كنلقى راسي أنا في مؤسسة يعني كنخدم عشوائيا، يعني شنو فين نخدم أنا، مرة كنلقى راسي هنا مرة كنلقى راسي هنا. هادشي لاش جينا، والأساس هادشي كامل غادي تصلح هو بتحقيق الإدماج في الوظيفة العمومية، باش حنا تكون عندنا نفس الحقوق ديال الموظفين اللي في الوظيفة العمومية. هذا هو الأساس ديالنا اللي جينا لهذ الوقفة هذا، وتحية نضالية لجميع الأساتذة المحاكمين وجميع أطر الدعم الذين يتعرضون للتعسفات. شكرا.